السيد الوزير، وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد ممثل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد وسيط المملكة، السيدة ممثلة أونيفام، والسيدة والسادة ممثلي الأمم المتحدة للبنود HCR أونيسيدا، والسيدات والسادة ممثلي السيدة ممثلة الكنيد بفرنسا وممثلة سيل بوركينا فاسو، والسيدات والسادة عن بعد ممثلي الدول الإفريقية المشاركة معنا اليوم في هذا اللقاء، السيدات والسادة ممثلي الأكاديميات، السيدات والسادة الحضور الكريم، كل باسمه وصفته، أعزائي الأطفال، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات السيدات والسادة، يسعدني أن أشارك معكم في إطلاق المنصة الرقمية، وأود كن على بال، وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على إعداد هذه المنصة الرقمية التي تهدف إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة حماية المعطيات الخاصة في المجال الرقمي من الأطفال والأسر، وهو ما ينسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يولي عناية خاصة للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وكذا الانخراط الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل بكل ما يخص النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها ببلادنا. كما يتوافق انخراط وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة في إطار تفعيل البرنامج الحكومي 2021-2022 انخراط قوي في منصة تكون على بال في إطار استراتيجيتها جسر للتنمية الدامجة المبتكرة والمستدامة، التي تهدف إلى اعتماد بكوس جسر فور ريجن ستانس فور جرين، تنمية مستدامة انكلوزيف دامج سمارت، يعني رقمنا لكن سمارت هما الذكاء ديالكم انتما، ذكاء الانسان، سوشيال ريجينريشن. اذا في اطار هذه الاستراتيجيه جسم للتنميه الدامجه والمبتكره والمستدامه، التي تهدف الى اعتماد جيل جديد من الخدمات وفق منظور يهدف الى عصرنه التدخل الاجتماعي من خلال جعل الرقمنه وتحسين الاستهداف والتتبع واليقظه الاجتماعيه مدخلا لتجويد الخدمات وتقريبها من المواطنات والمواطنين بما فيها الخدمات المقدمه للاسر والاطفال. هذه الاستراتيجيه التي تجعل الاسره في قلب اولوياتها وتجعل من حمايتها والنهوض باوضاعها رافعه لحمايه الطفوله والوقايه من المخاطر التي تتعرض لها، ووعيا منا باهميه الاسره ودورها المحوري في حمايه الطفوله، نعمل على بلوره مشروع سياسه اسريه دامجه واطلاق مجموعه من البرامج لتعزيز صمود الاسر بما في الصمود ضد العنف الرقمي، منها اكاديميه تمكين، برنامج جسر للتمكين والرياضه، الحاضنات الاجتماعيات، حضانات الطفولة، أسر الاستقبال، تعميم الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة الذي سندعمه في 2023 بمنظومة معلوماتية لرصد وتتبع الأطفال يعني في جزء حتى يبلغوا سن 18 سنة ومراقبة يعني وحمايتهم. وترصيدا لجهود بلادنا في مجال حماية الطفولة، فقد تم في شتنبر وأكتوبر من هذه السنة عقد اجتماعين مع اللجنة التقنية المنبثقة على اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بالطفولة، خاصة في إطار السياسة المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025. ونحن نشتغل حاليا على البرنامج 2022-2025 الذي يوجد فيه البعد الرقمي أولا لمواكبة الأطفال والأسر ببرامج تنموية، ولكن أيضا لحمايتهم والتحسيس حول مخاطر الرقمنة واستغلالها من أجل التنمية وليس يعني وتقوية صمود الأسر فيما يخص هذه المخاطر الرقمية. وقد خلصنا من خلال هذه المشاورات الأولية التي قمنا بها أن أهم توجهات المرحلة المقبلة هي توجهات تؤكد الوقاية والحماية والترفيه والإدماج الاجتماعي فيما يخص البرامج الموجهة للأسر.
حضرات السيد الأستاذ يشكل إطلاق هذه المنصة إضافة نوعية للمساهمة في تحقيق الهدف الاستراتيجي الرابع للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب المتعلق بالنهوض بالمعايير الاجتماعية الحامية للأطفال، وهو الذي نسعى من خلاله إلى تغيير تمثلات المجتمع حول حماية الطفولة كل الأطفال بما فيهم طبعا الأطفال في وضعية صعبة والأطفال المهددين بمخاطر الإنترنت عن طريق الالتزام بنشر محتويات تحترم الطفل وحقوقه وإثارة نقاش منتظم ودوري حول حماية الأطفال ضد العنف الرقمي. وفي هذا السياق تكتسي حماية المعطيات الشخصية للأطفال أهمية بالغة باعتبارها نقطة ضعف التي يستغلها أصحاب النوايا السيئة لاستمالة الأطفال واستغلالهم عبر الإنترنت. ولأجل ذلك ظل التواصل بين الوزارة واللجنة الوطنية مهما من أجل ابتكار حلول ملائمة تسمح للأطفال بولوج الإنترنت والاستفادة من منافعه وفي نفس الوقت تعزيز الوقاية وحمايتهم من كل المخاطر التي تهدد سلامتهم. وقد تم في هذا الإطار توقيع شراكة مع اللجنة الوطنية شراكة حول ضد ثقة في 25 مارس 2022 حيث جاءت هذه الاتفاقية في إطار مواكبة مسار التحول الرقمي لوزارة التضامن الاجتماعي والأسرة ودعم تنفيذ قانون حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وكذا ضمان احترام مقتضيات القانون 0908 وملائمة مجموعة المعالجات التي تمس المعطيات ذات الطابع الشخصي في مجال الرقمنة. ومواصلة لهذا المسار تعتزم الوزارة اليوم توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بالمنصة الرقمية كون على بال، مما سيساعدنا على وضع إطار للعمل المشترك من أجل المساهمة في نشر الوعي بحماية الحياة الخاصة للأطفال والنساء، لأنني سعيدة جدا أني أرى أن المنصة تكون على بال تتضمن أيضا الجانب المتعلق بحماية النساء والفتيات، ونحن حاليا كما تعلمون في 16 يوم الأممي لمحاربة العنف ضد النساء، ولهذا أرتدي الوشاح وعدد منا يرتدي الوشاح البرتقالي للتحسيس حول محاربة العنف ضد النساء. وهذه السنة اخترنا موضوع محاربة العنف الرقمي ضد النساء الذي يحاربه ويؤثر القانون 113 ويعاقب عليه، فالعنف ضد النساء والفتيات هو والأطفال طبعا هو جريمة. فتوقيع هذه الاتفاقية الثانية بين الوزارة واللجنة الوطنية يشكل لبنة مهمة لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي التي تعرفه بلادنا على كل المستويات، مما سيساعد على تعزيز ثقة الأطفال والأسر في الآليات الرقمية. وبهذه المناسبة أنوه بالعمل المهم والجاد الذي تقوم به اللجنة الوطنية وسيساهم في الولوج الآمن للأطفال والأسر للإنترنت والاستفادة مما يتيحه من إمكانيات هائلة للتعلم والتواصل والترفيه. وفي الأخير سأضيف صوتي لصوت السيد الوزير ولصوت السيد الرئيس باش نقول لكم على تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.